الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن في آخر باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلم بن كهيب عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة هتأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. هنا يدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما ينام ويدخل في عمق النوم يتغير نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون أعمق، وعشان كده عبر عنها وكان إذا نام نفخ، لأنك إذا لاحظت الإنسان إذا بدأ في النوم يكون نفسه معتاد، فإذا بدأ يدخل في عمق النوم أنت نفسك تشعر أنك لو ناديته مش هيجاوب خلاص، لأن معدل النفس تغير. وعند بعض الناس اللي عندهم بعض الأمراض في الجهاز التنفسي العلوي يسموه بيشخر، يعني يبتدي يطلع كمان صوت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان معافا في بدنه كما كان معافا في حاله وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم كلها، فكان فيه الإنسان الكامل. فالإنسان الكامل إذا نام يتغير معدل تنفسه إلى أعمق، فعبر عنها الصحابي أنه نفخ، يعني دليل أنه إيه، أنه يعني استغرق في النوم العميق مضطجعا. فآذنه سيدنا بلال لصلاة الفجر فاستيقظ وصلى دون أن يتوضأ. استنتجنا من هنا حاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نومه ليس كسائر نوم الناس، لأن كل الناس إذا نامت مضطجعة ينتقد ضوءه، لأن النوم مظنة الحدث. وعلماء الشافعية قالوا نجعل المظنة بمنزلة المئنة، لأن النوم بمظنة الحدث. يعني إيه مظنة الحدث؟ يعني الإنسان غالبا لما حينام كل عضلاته بتسيب، فلو عنده غازات ولا حاجة هتطلع منه ريح وهو مش دريان. آدي معنى مظنة الحدث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهل، حديث صحيح، العينان وكاء السهل. وفي عالم من علماء الفسيولوجي ألماني منذ 30 عاما أسلم لما سمع هذا الحديث، كان عالم فسيولوجي. الحديث بسيطة، العينان 3 كلمات وكاء السهل، العينان معروفين، وكاء رباط، السهي الاسم الشرج، يعني عضلة القابضة اللي بتمنع خروج الريح والبراز. طول ما انت مصحصح وعايز تخرج ريح وشايف ان المكان مش مناسب تقدر تمسك نفسك، مسكتك لنفسك دي الوكاء، يعني رباط تربط نفسك. فطول ما عينك متيقظة الوكاء جاهز، الرباط جاهز. خدت بالك بقى جمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العينان وكاء السهي. فلو نامت العينان انفتح الوكاء بمفهوم المخالفة. ففهم منها العلماء بمفهوم المخالفة أنها إذا نامت العينان انفك الوكاء، فصارت المظنة بمنزلة المئنة، مظنة الحدث كأنها حدث، فصار النوم في ذاته حدث ناقض للوضوء. لأن ما هو تعريف الحدث؟
اللي هو نواقض الوضوء، يقول لك الحدث الأصغر. الحدث هو أمر اعتباري، اعتباري يعني ملوش حاجة تبان على البني آدم. يعني شكلك لو بصيت في المراية لنفسك وانت متوضي، وبصيت لنفسك في المراية وانت مش متوضي، ما تغيرش فيك حاجة. فعشان كده يقول لك أمر اعتباري، اعتباري يعني حاجة لا ترى بالحواس، هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء حيث يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. فهمت ازاي؟ ده تعريفه عند الأصوليين والفقهاء. الحدث كده أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني حيث لا رخص، لأن في رخص تجيز أن الإنسان يصلي وهو محدث. إذا فقد الطهورين، فقد الماء والتراب، هيصلي على حاله يبقى يعيد، لأنه في رخصة هنا، فقد الماء والتراب، واخد بالك؟ أو عنده دائم حدث، عنده سلس بولن في الأتريح، عندها استحاضة، يبقى بتصلي أو بيصلي وهو الحدث مستمر لأنه صار عنده رخصة. يبقى الحدث ده أمر اعتباري. فالنوم في حد ذاته ليس بحدث، ولكن الفقهاء لأنه مظنة الحدث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العينان وكاء السهل، اعتبروا ان هو نفسه حدث. تنزيل المظنة منزلة المئنة، المئنة اللي هي المؤكدة. اما تيجي تأكد تقول ان شيء، ادي معنى مظنة ومئنة. فهمت المسألة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم نام نوما كاملا، فكان المفروض اما يقوم يتوضأ، لكن لما قام لم يتوضأ وصلى، دل على ان النبي نومه غير نوم سائر البشر، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا كسائر البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء تنام اعيننا وقلوبنا لا تنام. يبقى هذه الخصوصية ليست خاصة بنبينا فقط، بل بكل الأنبياء. فالنوم لكل الأنبياء لا ينقض وضوءهم إن كان في وضوء في الأمم السابقة. والراجح أن الوضوء كان عند الأنبياء فقط، ولكن ليس لبقية أممهم. ثم تكريما لأمة النبي صار في سائر الأمم. إيه الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي. حديث مسلم. يبقى استدلنا وعرفنا من هذا الخبر أن الأنبياء كانت بتتوضأ، لكن لم يفرضوا الوضوء على أممهم، فكان هذه خصوصية للأنبياء أن يتوضأوا إذا أرادوا الصلاة. ثم بعد ذلك أمرنا بها نحن تكرمة لهذه الأمة التي تتبع أفضل نبي وتتبع أفضل كتاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نام واستيقظ لم يتوضأ. يبقى النوم لا ينقض وضوء الأنبياء، النوم لا ينقض وضوء الأنبياء مطلقا. طب وبالنسبة لنا احنا، النوم له أنواع. إذا نمت وأنت ممكن مقعدتك من الأرض، يعني جالس على الأرض كده ممكن المقعدة على الأرض، حتى ولو نمت وحلمت تقوم تصلي، لا ينتقد وضوءك. ليه؟ لأن العين إذا نامت انفك الوكاء، والأرض كانت في مكان الوكاء فقفلت. إنما لما تضجع ما بقاش فيه وكاء خالص، لا أرض سدة ولا عضلة قافلة، يبقى خرج الريح 100% غالبا. خدت بالك ازاي؟ فإذا نمت مضطجعا انتقض وضوء، وإذا نمت وأنت على هيئة الممكن المقعدة من الأرض يعني الجالس، يبقى لا ينتقض وضوء. هذا هو الحكم أو مذهب الشافعية وأغلب الفقهاء في المسألة. وإن كان في 9 مذاهب في النوم متعلق بالوضوء عند علماء أهل السنة، 9 مذاهب في النوم.
منهم من ذهب أن النوم لا ينقض مطلقا، واستدل بفعل النبي وقال هذا ليس بخصوصية، ولكن هذا يدل على أنه لكل الأمة. زي الإمام الثوري قال أن النوم لا ينقض مطلقا على أي حال كان، لأن النوم مظنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننقض وضوءنا إلا بيقين، حتى أنه قال لا تترك صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني تتيقن. والنوم مظنة، ده كلام الثور، وبالتالي لا ينقض الوضوء. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام وأيقظوه وكان مضطجعا قام وصلى، ولم يقل أن هذا خاص بي في هذا الحديث، ده كلام الإمام الثوري. يرد عليه بأمور كثيرة جدا، نرد عليها بحاجات كثيرة، منها اللي احنا قلناها العينان وكاء السهي، وأن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لنا نوم مخصوص، إن تنام أعيننا ولا ينام قلوبنا، فيبقى في نوع من الانتباه موجود، فيرد عليه لهذا. عشان كده الشافعية ردوا عليه وأخذوا بمذهبهم. وفي من العلماء من قال أن النوم ينقض مطلقا سواء كان ممكن المقعد أو غير ممكن المقعد، يبقى على النقيض، ناس قالت لا ينقض مطلقا وناس قالت ينقض مطلقا. وبينهم المذهب المعتبر المعتاد المشهور بين الناس أنه النوم إن كان مضطجعا نقض الوضوء، وإن كنت ممكن المقعد لا ينتقض الوضوء. هذا هو الراجح، والله أعلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك، ثابت البناني اللي هو زوج بنت سيدنا أنس بن مالك من الصحابة من التابعين، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك اللي هو حماه بقى، يبقى حماه على طول، وكان خادمه، كان زوج بنته وخادمه، لأن سيدنا أنس بن مالك طال بيه العمر لدرجة إن يعني نظره ضعف خالص، فكان بيحتاج قائد، وواحد يوقفه في الصلاة، وواحد يقوده للمسجد، لأنه عدى 100 وقيل إنه وصل 120. سيدنا أنس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خادما للنبي، خدم النبي 10 سنين، ولما بدأ خدمته للنبي كان عمره 10 سنين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك عنده 20 سنة. في أثناء خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت أمه السيدة أم سليم، أم أنس بن مالك اللي هي أم سليم، جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو لخويدمك أنيس، ادعي له. فقال اللهم بارك له في ماله وولده وعمره، 3 دعوات. فسيدنا أنس بن مالك شاف بركة ال3 دعوات دي في حياته، عاش بعد النبي حوالي 100 سنة، ادي البركة في العمر، وكلها في العبادة والصلاح والطاعة. ورأى من أولاده، بل دفن من صلبه، دفن اللي دفنوا من صلبه 84 ذكر دون الإناث، يعني اللي خلفهم من صلبه وماتوا في حال حياته ودفنهم 84، ده سيدنا أنس بن مالك. وكان يصلي الجمعة في الكوفة لما فتحت الكوفة في العراق وبنيت الكوفة، كان لي عزبة كبيرة هناك قعد فيها هناك ودفن فيها، كان ما بيصلي يصلي الجمعة والعيدين بأولاده بس، قاعد في العزبة بتاعته وعمل له بيت وبيوت لعياله وجامع مسجد ينادوا للصلاة يتملي بأولاده، فكان يصلي الجمعة والعيدين بأولاده. وكانت الضيعة بتاعته اللي موجودة في الكوفة الوحيدة اللي تأتي ثمارها 2 مرات في العام، وبقية الأراضي اللي حواليها تثمر مرة واحدة. شوف بركة دعوة النبي بقى مستمرة ازاي حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فالانتفاع بالنبي مستمر قبل ولادته وقبل بعثته وبعد بعثته وبعد وفاته
وفي القبور ويوم النشر حتى في الجنة. فالانتفاع بالنبي مستمر صلى الله عليه وسلم. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي، الحمد دي ثناء على الله، في الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فيهم علاقة مشتبهة ولكن في صيغة أعم من صيغة. الشكر لا يكون إلا على النعمة، والحمد يكون على الكل، فالحمد أعلى، فالحمد أعم. وعلشان كده بدأ القرآن الحمد لله رب العالمين، مش الشكر لله رب العالمين، فالحمد لله. والحمد إذا كان هو الشكر على كل شيء ولو كان في ظاهره ضرر، يدل على تنزيه الله أن يقدر ما ليس فيه حكمة. فالحمد تحمل معنى التنزيه والتكميل والشكر في آن واحد، وعشان كده معناها عام كبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله، فالحمد تنزيه لله وتكميل. تكميل يعني ايه؟ الله فوق كل كمال انت تتصوره، ولكن هو تكميل في ذهنك انت تعتقد في الله كل كمال فوق كل تصور. وعشان كده الله سبحانه وتعالى من أسمائه القدوس، ومن معاني كلمة القدوس أي المطهر عن وصف الكمال. يعني إيه يبقى مطهر عن وصف الكمال؟ أي مطهر عن وصف الكمال المتصور عندك أنت، لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل تصور، ليس كمثله شيء. فإن أردت أن تتصور كمال فهو أكمل، فإن تصورت الأكمل فهو فوق الأكمل. والله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحمد فيها معنى التكميل والتنزيه ومعنى الشكر في آن واحد. الحمد لله الذي أطعمنا، وكأنك لما بتقول الحمد لله الذي أطعمنا يعني أنا بجوع وأنا مفتقر إلى الله، والله لا يجوع ولا يحتاج لطعام، فكأنك بتتوجه إلى الله بضعفك. فالحمد فيها معنى الكمال، أنه قيوم قائم بذاته مستغن عن غيره. أما أنت قائم بالله غير مستغن عن الأسباب، تحتاج للطعام وللشراب وللمنام وللمناكح وللراحة وهكذا، محتاج لهذه الأشياء كلها، ولكن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، قيوم قيام، قيوم قيام، أي قائم بذاته وكل ما سواه قائم به. هذا معنى قيوم قيام سبحانه وتعالى. وعلى شكل ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عند قيام الليل، عندما كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل كان يقول الحمد لله أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، والحمد لله أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، الحمد لله أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، الحمد لله أنت الحق وقولك الحق والنبيون حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فالحمد، الحمد لله الذي أطعمنا، شوف جايب أطعمنا وسقانا الافتقار والاحتياج
بعد الثناء على الله أنه غير مفتقر غير محتاج. ده ترتيب الدعاء علشان تعرف أن أي دعاء لازم يبقى فيه الأول ثناء على الله، الأداب كده مش على سبيل اللزوم. الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، والله يدعي بأي طريقة طالما مضطر ربنا هيجاوبك ويجيبك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وطالما مستشعر بالاحتياج والافتقار هيجيبك ولو حتى أسأت الأدب. سبحانه وتعالى رحمته واسعة. يعني أنت عارف الراجل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم حكى عنه وضحك حتى بدت نواجذه، أنه ضاعت منهم ناقة وهو مسافر، وانت عارف الصحراء دي لما تضيع الناقة بتاعتك اللي عليها أكلك وزادك وزوادك معناه خلاص موت. فالراجل دور عليها ما لهاش، تعب في الصحراء لما الشمس يعني حرقتها، في الآخر زي ما يكون أغمى عليه من التعب نام، وبعدين استيقظ لقاها واقفة عليه، فرح فرح شديد كأنه خلاص حكم بالإعدام وبعد كده براء. فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح وربنا غفر له. شفت قد إيه؟ فربنا رحمته واسعة. يعني ممكن الإنسان كده يبقى بيقول كلام عادي كده بلدي كده ما يلقش، يمكن لو قاله الرئيس في الشغل يقول له اختش، يكلم بيه ربه وربنا يعديها له. ربنا رحمته واسعة. لكن إحنا بنتكلم على آداب الدعاء. من آداب الدعاء اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبدأ بالحمد والثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل، ثم بعد ذلك تبين افتقارك الأول إلى الله، وبعد ما تبين افتقارك إلى الله تطلب اللي انت عايزه، وبعد ما تطلب اللي انت عايزه تثني تاني على الله، وتصلي على النبي في الآخر. دي أجمل حاجة بقى، لما تمشي بالنظام ده تبقى ماشي يعني على أسباب قبول الدعاء المضبوطة اللي هو علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد هذا موجود في معظم دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله فيها الثناء على الله، وفيها تقديم الشكر إلى الله الذي أطعمنا وسقانا، فيها الافتقار يعني بجوع فمحتاج أكل، وبعطش محتاج أشرب، وكفانا ومحتاج من يكفيك، وآوانا ومحتاج من يأويك، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي على سبيل المعنى الاختياري ولا الاضطراري، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيرزق حتى الكفار، بيرزق حتى الدواب، فإيه الخصوصية يعني؟ طب ما هو رزقك زي ما بيرزق كل الناس. يعني هو بوش مش ربنا بيرزقه وكافر، وشارون وغيره بيرزقهم ربنا، والكفار منذ أمد بعيد، وفرعون ومن كان على ملته، كل دول ربنا بيرزقه. لكن ده الرزق الإجباري الاضطراري اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه إن يجعل لكل من على الأرض رزق. لكن الرزق الاختياري انك تستشعر انك مرزوق من الله، دي عايز ايمان بقى، ده عايز خصوصية، انك انت تستشعر ان اللي رزقك ده هو ربك، مش عملك ولا جهدك، انما اوتيتوه على علم عندي. لا، ده انت حاسس بكمال الافتقار وكمال المنة وكمال العجز عن شكر النعم، فيتولد من هذا الشعور بالحياء من الله، فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هو ده معنى الحياء المطلوب الذي هو من الإيمان. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا. شوف كفانا، يعني كفاك ما يهمك، كفاك ما يخيفك، كفاك ما يؤلمك، كفاك ما يزعجك. الكفاية دي، أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ يبقى في قراءة: أليس الله بكاف عبده، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة تانية نخش فيها مع النبي:
أليس الله بكاف عباده؟ الذين اتبعوا العبد الحقيقي الذي هو محط نظر الله وخلاصة مراد الله من عباد الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى. أدي معنى الإيواء، فآوى، أي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بإيوائه صلى الله عليه وآله وسلم دون وسائط، ولذا كتب عليه اليتم وهو في بطن أمه حتى لا يربيه إلا الله، فلا يقال أن له أبا رباه. ثم بعد ذلك تربى عند جده فترة بسيطة، فمات الجد قبل حتى أن يقوى سعي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، وماتت أمه، وبعد ذلك تربى عند عمه، وكان قليل المؤنة كثير العيال، قليل المؤنة كثير العيال، يعني ما عندوش فلوس كافية، لدرجة أن عياله لما كانوا بياكلوا لو النبي صلى الله عليه وسلم مش معاهم يتخانقوا والأكل يخلص ويناموا جعانين وما يعرفش يجيب لهم أكل تاني، لو كلوا النبي معاهم يشبعوا والأكل يتبقى ويناموا تمام. فكان لما يجي الأكل يتوضب يدوروا على سيدنا محمد لوحدهم عشان عارفين نهايتها ايه، لو كلوا مش هتبقى الليلة دي مش هتعدي، الأكل هيخلص ويناموا جعانين ويناموا متخانقين. فبركة النبي كانت ملحوظة حتى وهو صبي صغير، يعني شفت انت حتى أول ما أخذته حليمة السعدية الحمارة بتاعتها جرى لها ايه، وقومها جرى لهم ايه، وثديها صار في ايه، والشياه بتاعتها صارت فيها ايه بعد جرى، كل ده هو صبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل قبل ولادته لم يدفع الله سبحانه وتعالى عن الكعبة الفيل إلا لكي يولد النبي، عشان يحمي البيت حتى يولد النبي فتظهر دعوته. وعلشان كده بعد ولادة النبي وظهور دعوته في يوم القيامة في الآخر من علامات القيامة، بعد ما ربنا يقبض النفوس المؤمنة بريح خفيفة، هيعمل ايه؟ هيمكن دستوائيتين الحبشي ينزع الكعبة حجر حجر ويهدها. طب اشمعنى خلى ده يهدها وفي الأول ما خلوهمش يهدوها؟ عشان في الأول كان لسه النبي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أصل أو سبب حماية البيت، مش كده وبس، ده كان هو سبب أن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه كان في صلب سيدنا إبراهيم لما نزل سيدنا إبراهيم في النار وكان اتحرق، السلسلة المباركة دي كلها هتنقطع، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكمل هذه السلسلة، فقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان الهدف من هذا أن يأتي من صلب إبراهيم إسماعيل الذي أتى من صلبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنفع بالنبي مستمر منذ أن أراد الله للأكوان أن توجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى والناس مخلدون في الجنة ينتفعون بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني يا ناس عايشة مساكين في الشوارع مش لاقيه لها حتى أوضة تلمها تحت سلم، ودي كنت عارف مشكلة أطفال الشوارع في مصر دلوقتي، فيما يقلش عن 1,000,000 طفل شارع في مصر بس، ده على الأقل، يعني لأنه كان آخر تقدير ليهم 750,000، يعني 3/4 مليون من حوالي 3 سنين، فيعني دلوقتي وصلوا 1,000,000، ومش بلاش الأطفال، وفي ناس كبار والله ملهاش مأوى،
ايام الزلزال لما حصل بتاع 91 ده، الناس فجأة بقت في الشوارع وقعدت فين على ما حكومتنا عملت للناس مأوى، بعض الخيام وبعض الشقق، لكن قعدوا فترة كده بعضهم شهور بلا مكان. وشفنا احنا اهل بورسعيد والسويس والاسماعيلية سنة 67 لما هجروهم وبقوا يجوا هنا في العربيات النقل، واحنا كنا ساعتها في اعدادي، انا كنت ساعتها في اولى اعدادي، ما كانوش ليهم مأوى بعد ما كان كل واحد فيهم نايم في بيته محترم وعنده بيت ملك وعنده الاوض بتاعته وعنده دواليب وعنده حاجته واهله حواليه. فجأة بقى قاعد في الشارع وكل ما يملكه سبت واثنين وولاده حواليه وما فيش سقف يضلله. فدي رحمة انك انت تستشعر نعمة الايواء ونعمة الكفاية بعد نعمة الطعام والشراب، فتحمد الله سبحانه وتعالى. مش تيجي تبقى قاعد في شقتك ومبسوط ومفيش حاجة بتوجعك في جسمك وكله تمام ويحطوا لك الاكل طعمية كل يوم طعمية، ليه كده؟ احمد ربك، احمد ربك. هناكل النهاردة نفس الاكل اللي كلناه امبارح، ويقعد بقى يتأمر، لو ما جالوش العيش متأمر يتأمر. فده كل ده مش أدب. الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، في صبيحة فتح مكة يوم الانتصار العظيم، القائد الكبير النبي العظيم لو أراد أن يأكل من الجنة لأكل، يشعر بالجوع، يدخل في بيت أم هانئ بنت عمه، أم هانئ دي بنت عمه قاعدة في بيت أبوها اللي تربى فيه النبي في مكة صلى الله عليه وسلم، فراح لها في بيتها اللي هو كان متربي فيه بيت أبي طالب، فقال هل من طعام؟ فقالت ليس عندي شيء يا رسول الله إلا كسرات من خبز وخل، خل بس، وياريت حتى رغيف كده سليم، لا ده مقطع بواقي العيال بتوعها، كان عندها عيال لأن كان جوزها ميت، عيال طول النهار قاعدة تكسر وتعمل وتاكل وتفتفت وتريل على العيش، هو ده بقى العيش ده البواقي دي من خبز الشعير، من دي الشعير اللي انت اصلا ما شفتوش، مش ما دقتوش، انت ما شفتوش. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نعم الادام الخل. وقريناها احنا في باب ايه؟ ادام النبي صلى الله عليه وسلم. فتمثل انت الحاجات دي كلها والمعاني دي كلها وانت عايش كده، والناس دلوقتي قاعده ماليه الدنيا شكوى، الدولار غلي والحياه غاليه واحنا مش لاقيين نعيش، مش عارفين ناكل. انت ربطت الحجر على بطنك؟ النبي ربط الحجر على بطنه وما اشتكاش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، يعني معناه ما بياكلش حاجه دافيه. فيساله السيده عائشه امال كنتوا بتعيشوا على ايه؟ قالت الاسودين، يعني شويه تمر وميه، وما اشتكاش. انت هل مر عليك شهر وشهرين ما دخلش في جوفك حاجه دافيه؟ منذ ان ولدت الى ان تموت مقدما ما حصلش، ولا افقر واحد في مصر، ولا الناس اللي بتقعد على الجامع بره كده عايز ياخد ربع جنيه وخمسين قرش وانت بعد الصف، حصلت له الحكايه دي. لكن نملى الدنيا شكوى والثلاجه مليانه اكل والدولاب مليان لبس وجيبك مليان فلوس وعندك رصيد في البنك ومفيش حديث للناس الا الشكوى. فالواحد يحمد ربه، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه، ونسأل الله أن يرفع الهم والغم والكرب، تبقى أنت جواك قانع وحاسس بنعمة ربك عليك. كل الناس بيقولوا مصر المفروض تبقى في مجاعة من 20 سنة، طب ليه احنا مش في مجاعة؟ ستر ربك. كل حسابات الناس اللي هم بتوع الاقتصاد العالمي مستعجلين خالص، ازاي الراجل الموظف في مصر درجة ثالثة ولا ثانية ولا أولى ولا ستة عنده 5 عيال يربيهم في الجامعة ومرتبه كذا، ازاي؟ ازاي دي تيجي يحطوها في الكمبيوتر، الكمبيوتر يتخرب؟ ما ينفعش. ازاي ده؟ لأن الكمبيوتر ما بيحسبش ستر ربك، بيحسب أرقام بس. لكن ما بص انت حواليك
شوف بواب اللي في العمارة اللي انت ساكن فيها رب عياله ازاي وبقوا من ايه الوقت ومنين، ما تعرفش من ستر ربك. طب بص انت في نفسك تلاقي ستر ربك محوطك من قبل ان تأتي الى ان تموت، فليه بقى انت مستخون ربك يعني ان يكمل معاك الستر للاخر والان يعني ومال الدنيا شكوه؟ فاصبر. وعلشان كده الحكاية دي بتخلي المصريين كل حاجة فيها ترتفع عندهم بسبب ايه؟ يعني انهم موجسين خيفة على طول. اول ما مش عارف الدولار غلي الاغنياء كلهم اديني دولار باي سعر ان شاء الله ب8 جنيه اشتري. انخفض الدولار في جميع انحاء العالم الا في مصر عشان السرعة بتاعت المصريين. اهبط 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 واهدف. اذا غلى الشيء ارخصوه. ارخصوه يعني ايه؟ يعني اعرضوا عنه يرخص. سيدنا ابراهيم ابن ادهم بيقولوا له كان مره حصلت ازمه في اللحمه في زمانه، يعني كانت اللحمه غليت قوي، فبيقولوا له تاكل لحمه؟ قال له انا عندي اذا غلى الشيء ارخصته. قالوا له ازاي؟ قال لا اشتريه فيصير عندي ببلاش، ما ادفعش فيه فلوس، يبقى ارخص حاجه. انا كنت الاول بدفع فيها، بدفع في اللحمة مثلا 10 جنيه، بقى ب 20 جنيه، مش هجيب لحمة، يبقى مش هدفع حاجة خالص، يبقى أنا كسبت. أدي طريقة السلف الصالح كان يعمل الحكاية دي. مش يقعد بقى يشتكي، لا هو من سكات كده، الحاجة اللي تغلى ملوش دعوة بيها، ويدور على الأقل ويعيش لحد ما ياكل عيش حاف، ياكل عيش حاف، مكسر ياكله مكسر، بخل ياكله بخل، والنبي كله بخل، لكن ما يخضعش لأعدائه أبدا. واحنا ما خضعناش للامريكان من ايام كندي ومن ايام عبد الناصر لحد دلوقتي الا من ساعه ما كانوا يدونا المعونات والدقيق ومش عارف ايه علشان نحول اراضينا من زراعه القمح لزراعه الايه؟ المحاصيل الفواكه. ما هو بيجي لنا القمح ببلاش من امريكا بقى في الستينيات، ده كانوا بيجيبوا شويله في المدارس ويدوها لنا، كنا ناخد شويه كده نوديه البيت. يقوم الفلاح الغلبان اللي في مصر زارع قمح يلاقي القمح عنده مش عارف يتباع، ما هو السوق غرق، يروح مبطل زراعة قمح، يحول أرضه الموالح ويحول أرضه الموز ويحول أرضه بعد كده لتفاح وشوية أي حاجات منه. سنة 2-3-10 ناسي زراعة القمح، تيجي أمريكا تقول لك هديهولكم بالغلا والكو، اركع تركع. شفت اللعبة؟ هو ده اللي بيحصل. فنسأل الله السلامة. لا تكن أسير عادة، لا تكن أسير عادة، لا تخرق لك العوائد حتى تخرق في نفسك العوائد عشان تبقى من الأولية إذا أردت. لا تخرق لك العوائد حتى تخرق في نفسك العوائد، تبقى كل الناس في قلق وانت مطمئن، كل الناس قلقانة على رزقها وانت يا سلام حامد ربك حتى لو جيبك فاضي، لان اللي شق فمك متكفل انه يملاه لك اكل. ما تقلقش، مش انت اللي هتملاه اكل، انت اللي شقيت فمك، اللي شقه لك هو اللي هياكلك. لا امريكا ولا الحكومة ولا وزارة التموين ولا السعي بتاعك ولا حاجة خالص، لكن المطلوب هو التوكل والاخذ بالاسباب مع عدم الركون اليه. حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. عرس بليل يعني نام في الليل في السفر، يبقى النوم في السفر بالليل يسموه التعريس. عرس، واخد بالك ازاي؟ يعني ينام. والرسول صلى الله عليه وسلم في 13 سنة بس اللي هي فترة، في 10 سنين فترة إقامته في المدينة المنورة، حارب غزوات وسرايا حوالي 80، فوق 80 غزوة وسرية في 10 سنين بس، فوق 80.
واحنا بنقول مش هنقدر نحارب تاني، احنا حاربنا 56 وحاربنا 67 و73، واليهود يسمعوا الكلام ده طبعا يطمعوا فينا اكتر ويبيعوا ويشتروا فينا اكتر، لان الخيار العسكري احنا مش حاطينه خالص، مش مصر بس، ده كل العرب، والكلام مش موجه لمصر بس، موجه لكل العرب. الخيار العسكري، الاختيار العسكري غير موجود للاسف على الساحه، واليهود عارفين كده والامريكان عارفين كده، وعشان كده قاعدين يبيعوا ويشتروا فيه. لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بص للسيف كده الهندي، سموه مهند عشان مصنوع في الهند، بص للسيف الهندي كده وقال وددت ان يصنع عندنا. كان عايز النبي صلى الله عليه وسلم ان سلاحنا احنا اللي نصنعه، مش نستورد سلاحنا من عدونا عشان نحارب بيه عدونا. ازاي؟ ازاي يعني؟ هيدي لك السلاح اللي انت تحاربه بيه يعني؟ ما ينفعش، هيذلنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يكشف ما نحن فيه. كان صلى الله عليه وسلم اذا عرس بليل اضطجع على شقه الايمن، يبقى كان بينام على شقه الايمن. واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، برضو على شقه الأيمن. يعني لما كان ينام بالليل صلى الله عليه وسلم وعنده براح من الوقت، يعني فاضل كتير على الفجر، كان ينام على شقه الأيمن ويحط مخدة كده، قالب طوب يكون كده شوية تراب فوق بعضهم عشان تعمل زي مخدة، ويحط عليها أي فرشة وينام، يعني كأنه ما بيحطش إيده مخدة. لكن لما يحب ينام قبل الفجر يقوم يحط ايده وساد. ليه؟ عشان ايدك هتنمل تقوم تصحى على طول، لانه عايز يصحى بسرعه، مش عايز ينام نومه مريحه. فهمت ازاي؟ فلما يجي قبل الفجر بقى وعايز يقوم علشان قلقان عايز يصلي، فخايف ينام نومه مريحه يروح عليه نوم. هو مش هتروح عليه نومه صلى الله عليه وسلم اصلا، لكن هو بيعلمنا. فكان يضع يده يتوسد ذراعه، يوم ما تتوسل ذراعك كده هي نص ساعة ساعة بالكتير، تقوم تلاقي ايديك دي ملهلبة منملة خالص، لأنك ضاغط على الأعصاب اللي فيها، تقوم تصحيك لوحدها من غير ما حد يصحيك. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حاله هو العبادة، مش بيدور على راحة جسده فقط. لا، مش عيب انك تبحث عن راحة الجسد، لكن العيب انك انت تخلي كل هدفك هو راحة الجسد، هو ده العيب. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبادة النبي بقى دي هي كل حياته. لكن العبادة لما بيجي الفقهاء يذكروا كلمة عبادة يقصدوا العبادات اللي هي غير متعلقة بالأمور العادية، يعني زي صلاة، صيام، ذكر، اللي هي العبادات الخالصة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا في كل حالاته، نائما متعبدا، قائما متعبدا، آكلا متعبدا، شاربا متعبدا، جائعا متعبدا، محاربا متعبدا، متزوجا آتيا النساء متعبدا، مربيا الأطفال متعبدا. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة ربنا أن هو عدد علينا صنوف الطاعات، ما خليناش الطاعات بتاعتنا صنف واحد. ليه؟ طب ما هو الملائكة أفضل من عوام الناس، من عوام المؤمنين. الملائكة أفضل من عوام المؤمنين، وخواص المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، يعني الأولياء. طيب يا ابن الملائكة أفضل من عوام المؤمنين أهو، فالملائكة اللي هم أفضل منا ربنا يخلوهم عبادة واحدة، كل واحد ليه عبادة واحدة. في من الملائكة من هو قائم منذ أن خلقه الله إلى أن يموت، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، عبادة واحدة هو القيام. ومن الملائكة من هو راكع منذ أن خلقه الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، راكع بس، ركوع ما يعملش عبادة تانية، هي ركوع بس والتاني سجود. ملائكة تقول سبحان الله بس، ملائكة تقول الحمد لله بس، هي دي ما يقولش غيرها.
ملائكة تتفقد الذكر، حلقات الذكر، ملائكة تتفقد اللي بيصلوا على النبي، ملائكة تحيط بقبر النبي صلى الله عليه وسلم علشان تنزل الرحمات على زواره صلى الله عليه وسلم، حتى ان القبر الشريف بيحف 70,000 ملك صباحا و70,000 ملك مساء. ففي من الملائكة انواع كثيرة، وفي من الملائكة اللي بتسوق الارزاق للعباد، وفي من الملائكة اللي هي بتحارب مع المسلمين مردفين ومسومين كما قال الله، وفي من الملائكة من تحضر الصلوات، وفي من الملائكة من تحمي الناس، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني ملائكة بتحفظك اهو، يعني الملائكة أنواع، وكل ملك له وظيفة واحدة، لكن أنت ربنا عدت عليك الوظائف، صلاة وصيام وزكاة وجهاد وحج وعمرة وصلة أرحام والسعي في طلب الرزق والسعي في تحصيل الزوجة والسعي في تربية الأولاد والسعي في بر الوالدين، أنواع كثيرة. طول النهار ليه عدد لك هذه الطاعات؟ لأنه علم أنك ملول، فإذا مللت من طاعة انتقلت إلى أخرى فصرت عارفا لله في كل حال، فأراد أن يتعرف عليك في كل شيء، فلما اطلع عليك وهو الذي خلقك وعلم أنك ملول عدل عليك ألوان الطاعات حتى تنتقل منها كأنما تنتقل من بستان إلى بستان، فتتعرف على الله في كل شيء فلا تجهله في شيء، فده تكريم وتشريف. فاحنا النهاردة هنشوف بقى باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع خاص من عبادات النبي اللي هي صلوات النبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصيامه. وخد بالك عبادة النبي قد تشتبه مع عبادتك، يعني كان بيصوم الاثنين والخميس وانت بتصوم الاثنين والخميس، كان بيصلي بالليل 11 ركعة وانت ممكن تصلي 11 ركعة، لكن ركعة النبي غير ركعتك، وقراءة النبي غير قراءتك، وصوم النبي غير صيامك. انت بتعمل الحاجة ومشغول بمئة حاجة، والنبي بيعملها وهو في كمال الخضوع والخشوع والحضور والغياب، في كمال الخضوع لله والخشوع مع الله والغياب عما سوى الله والحضور مع الله، وانت بتعملها في عكس ذلك كله، فليس لك منها الا ظاهرة، ولكن احنا معترفين اننا مقصرين، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته قال على لسان نبيه: لا يدخل الجنة احد بعملك. انت مطلوب تعمل بس وتجتهد على قد ما تقدر بعملك الضعيف ده، بعملك الضعيف ده، لكن قول يا رب هو ده اقصى ما عندك وانت تعلم ضعف، فاجبرني وادخلني الجنة برحمتك لا بعمل. فانت مطلوب تعمل لكن تتعلق برحمة الله لا تتعلق بعملك. شوف بقى عمل النبي الكامل ده برضه مش هيدخله الجنة. تصور بقى عمل النبي ده اللي انت اصلا ما تعرفش تسبح زي تسبيحة واحدة من تسبيحات النبي، ولا تقرأ آية زي آية واحدة من فم النبي، كل ده وبعدين عمل أمته في ميزانه كمان. خد بالك عمل أمة النبي كلها في ميزان النبي، لأن الدل على الخير كفايته. بالرغم من ده كله لو كان حد بقى هيدخل الجنة بعمله يبقى سيدنا رسول الله بقى، ده حتى هو صلى الله عليه وسلم قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. بنقول الكلام ده كمان للموسوسين، يا ترى انا الوضوء بتاعي مش عارف حصل فيه، يا ترى انا قلت الله اكبر الراء كانت مظبوطه ولا كانت مش عارف ايه، يا ترى الفتحه طلعت مش عارف، ويقعد يعيد ويزيد، لانه مفتون بعمل. انت اقرا واعمل زي ما ربنا يسرها لك، وسيب النقص على الله يجبره، انما هتبتغي الكمال مش هتوصل للكمال، وانت اصلا مش هتدخل بالكمال، انت هتدخل بالرحمه، انما لما تقعد تنظر لعملك هتلاقي عملك كله معلول. الكلام ده للموسوسين اللي قاعد طول النهار يتوضا ويقول لك لسه ما اتوضيتش، وقاعد يقول الله اكبر ويعيد ويزيد و...
مش عارف يدخل في الصلاة مسكين. اترك عملك والاعتماد عليه، ولكن افعله على قدر الطاقة وسلم الأمر لله، تقوم ربنا يشفيك من اللي انت فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. سيدنا المغيرة بن شعبة وعلى كام الوقت يعني؟ طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونبدأ في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم.